10 نموت 100 اهل العماره والمحافظات قابلين على القضيه. هاي من الاخير كل شيء هم من اجل احنا عندنا قضيه، هي قضيه هي العراق، مو قضيه مبدا او قضيه شيء اخر. احنا ماضين باتجاه انه تتغير الوجوه وان شاء الله العراق ينجع مثل اول واحسن. عاش العراق العظيم وعاش اهله الطيبين. لبيك يا عراق، لبيك يا عراق، لبيك يا عراق، لبيك يا عراق. احنا كل شيء ما نريد، بس مشكله نريد وطن. وطن ماكو، قاعدنا صار لنا 16 يوم 18 يوم. وطن لا اريد تعيين، كل شيء ما اريد. وطن يا اخويا وطن، هاي المشكله. ايش ندري يعني؟ عايفين عوائلنا وعايفين ناسنا وقوتنا هنا وجاي هنا متظاهرين. كل شيء ما اريد. راح تكون مستمرين بالاعتصامات والتظاهرات، نعتصم اخر قطره من دمانا. احنا نتبقى هنا، احنا جايين من اهل الحله، صارنا ما يقارب ال 12 يوم ويا اخوتنا اهل العماره الطيبين، وهنا ثابتين وصامدين وما ننسحب ابد. وعلي ابد ما ننسحب، مطالبنا معروفه كل الزين. نريد وطن نريد، هاي ما صايره ولا دايره. انا مواليد 2000، ابد بالعباس ابو فاضل، يعني شاب عراقي ربع ما بجيبه. هاي وين صايره؟ هاي بالعباس ابو فاضل ما صايره. بالعباس لو اعرف هنا اموت. يخابرون اهلي يبكون وحق هو الحسين، وانا مواليد 2000 وهنا باكر وعايف حفلت هناك. هنا جاي الظاهر والعباس ما ننسحب لو اخر قطره دم بينا. والله احنا معتصمين هنا وصلنا تقريبا 23 يوم، وحاب يعني جينا هنا نطالب بحقوقنا، يعني حقوقنا مسلوبه وما اعرف يعني وين. يا اللي انتخبه ما يسوي لنا شيء، واحنا شباب لحد الان لا متزوجين لا فرصه عمل. انا راح اطب 30 سنه وما اعرف شنو حياتي بالعراق، يعني بس الجنسيه عندي عراقي بس بالاسم فقط. ما اعرف يعني هسه وين وجوهنا، ما نعرف يعني علم المشتكى لغير الله. يعني ما اعرف يا اخي العزيز وين نروح، وين نروح يعني؟ ياو تنتخبه ونخلي ايدنا عليه، يعني هم يعني خلي ابن عمه ابن خاله، واحنا هاي تشوف حالتنا شباب لا متزوجين لا تعيينات ومعتصمين هنا. أنا وين نروح؟ الا الله المشتكى. يعني هم شوفهم قاعدين بالخضره لا يسوون حل ولا يباعون لنا، يعني ولا معتبرين كان عالم طالعه جاي يساب على حقوق. ذول الشباب اللي جاي تشوفهم من ضمن شباب العراق وجايين من محافظات ومتكلفين يعني بهاي الطريق وجيتهم هنا ومقيمين هنا يمنا، يقدمون المساعده لاخوانهم ومشاركتهم مع المتظاهرين لحين ان شاء الله النصر، وهم باقين يمنا. ونتمنى انه جميع المحافظات تتخذ نفس طريقتهم، وحتى الزود كله يصير والضغط كله يصير هنا، وبحيل الله بحيل الله ان شاء الله منصورين. المطالب هسه كل الشباب ما عندهم اي مطالب سوى انه تغيير الحكومه، تغيير الحكومه. هاي الحكومه الفاسده لازم تنتهي، حكومه الاحزاب، حكومه القناصين، وتشوف هاي الدماء والشهداء هم ذولا نفسهم الشباب اللي يستشهدون من عندهم يوميه 1 2 3 وهكذا. وان شاء الله المطلب الرئيسي والمطلب الحقيقي إزالة هذه الحكومة الفاسدة اللي جثمت على صدر كل العراقيين وخصوصا الشباب.